مساءكم سعيد، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. أولا وقبل كل شيء، أتمنى لكم موسما دراسيا حافلا بالنجاح والعطاء الدراسي، وأن يختتم هذا الموسم الدراسي بالنجاح لجميع المتعلمات والمتعلمين. بداية، يمكن القول بأن هذا التسجيل يأتي في سياق إجمالي، ألا وهو محاولة توضيح وتفسير ما كتبته لكم بما يتعلق بالتذكير الإجمالي أو بالدروس الشمولية لمادة الفلسفة المرتبطة بالمقرر الدراسي لمادة الفلسفة المتعلق بالسنة الأولى من سلك البكالوريا. بطبيعة الحال، لا يمكننا أن نتحدث عن دروس البكالوريا من دون الإلمام الشمولي والكلي بالمجزوءات والمضامين المعرفية التي تكلمنا عنها في السنة الماضية. في السنة الماضية تطرقنا إلى مجموعة من المفاهيم ومجموعة من الأبعاد ومجموعة من المعطيات المعرفية. السنة الأولى من سلك البكالوريا يعني تعتبر بالنسبة للتلميذة وللتلميذ محاولة أولية من أجل الاستئناس بأجواء مادة الفلسفة، ثم الاستعداد لدراسة يعني مواد ومقرر يعني مجزوءات المتعلقة بالسنة الثانية من سلك البكالوريا. وبالتالي كان التركيز الشمولي والإجمالي مصبا حول مجزوءتين أساسيتين. المجزوءة الأولى ارتبطت ارتباطا وثيقا بدراسة مفهوم الإنسان، ولهذا سميت بمجزوءة ما الإنسان. حين يتم الكلام عن هذه المجزوءة، فإن الشغل الشاغل الذي يعني أثرنا في هذه اللحظات المعرفية هو الإجابة عن سؤال ما الإنسان، أو بالأحرى محاولة مقاربة هذا الإشكال. سميناه إشكالا لماذا؟ لأن الإنسان من منظور الفلاسفة يصعب أن نختزله في بعد أحادي الجانب، بمعنى أن سؤال الإنسان ليس بذلك السؤال البسيط أو ذلك السؤال السطحي أو ذلك السؤال الذي بإمكاننا أن نجيب عنه بكيفية متسرعة وبكيفية سهلة كما نجيب عن باقي الأسئلة السطحية التي ألفناها في حياتنا اليومية. مثلا أقول لكم: أين هو المسجد؟ أو أين هي المحطة؟ أو أين هي المقهى الفلانية؟ لا أحد منكم سيعمل على كثير التفكير من أجل أن يجيب عن هذه الأسئلة، سيكتفي فقط بالتلويح لي: إنها توجد هنالك، أو اذهب من ذلك الطريق وسوف تجدها. وفي يعني أسوأ الحالات بإمكاني أن أستقل سيارة أجرة صغيرة فأجد ذلك العنوان الذي أنا في إطار البحث عنه. إذا هذا سؤال سطحي، هذا سؤال بسيط، هذا سؤال لا يحتاج مني كثير عناء من أجل الوصول إلى إجابة قطعية حوله. لكن الأمر يختلف اختلافا جذريا حين نقول ما الإنسان، لأن هذا الإشكال يتطلب منا التفكير ويتطلب منا كثيرا من المجهودات الذهنية ومجهودات فكرية جبارة من أجل الوصول إلى مقاربة أو مقاربات حول هذا الموضوع.
سؤال الإنسان سؤال معقد ومركب، لماذا؟ لأن الإنسان هو في الأصل بنية مركبة من مجموعة من الأبعاد ومن مجموعة من المعطيات ومجموعة من المنطلقات. لا يمكننا أن ندرس الإنسان بطريقة أحادية، بمعنى لا يمكننا أن نختزل وجوده في بعد واحد، فالإنسان هو حزمة من الأبعاد، هو تشكيلة متجانسة ومتنافرة من المعطيات. تارة يغلب عليه الطابع العاقل أي الطابع الواعي، وتارات أخرى يغلب عليه الطابع اللاواعي. هو في الأصل أسير لنمط بيولوجي غريزي فطري، وفي نفس الوقت لديه معطيات ثقافية إبداعية فكرية علمية تقنية. وبالتالي إذا ما أردنا أن نلملم شتات هذا المدخل، نقول بأن الإنسان هو كائن بيوثقافي، كائن بيوثقافي هو في الأصل يشترك مع الحيوانات في مجموعة من الأبعاد والمعطيات، وأخص بالذكر هنا المعطيات البيولوجية، ولكنه في ذات الآن في نفس الوقت يتجاوزها، يحاول أن يتعالى عليها ويقفز ويثب وتبات من أجل عدم البقاء أسير نمطه البيولوجي الخالص. ولهذا فالفلاسفة لم يؤمنوا أبدا بتلك التعاريف التي يقدمها الإنسان الذي لا يعرف كيف يتفلسف وكيف يفكر تفكيرا متماسكا وتفكيرا علميا وتفكيرا منطقيا وتفكيرا منسجما مع ذاته. لهذا الفلاسفة أكدوا على أن المعرفة الأساسية التي ينبغي للفلسفة أن تنهض بها تتجلى في محاولة معرفة الإنسان. ولهذا فنجد الفيلسوف اليوناني سقراط في القرن السادس قبل الميلاد دخل إلى أحد المعابد في أثينا وهو معبد ديلفا، وقال عبارته المشهورة جدا: أيها الإنسان، اعرف نفسك بنفسك، فالحقيقة توجد بداخلك لا خارجك. وبالتالي هذا برهان أولي على أن المسألة الجوهرية التي يهتم بها الفكر الفلسفي هي مسألة الإنسان، بل إن المبحث المركزي للفلسفة هو مبحث الإنسان. وبالتالي فهذا القول السقراطي إذا أردنا أن نبني عليه نقاشنا ونطوره في اتجاه فهم مجزوءة ما الإنسان، يمكن أن نقول بأن الحقيقة الفلسفية والحقيقة الجذرية التي ينبغي للفيلسوف أن يسلكها وأن يبحث عنها هي أن يبحث في الأصل عن حقيقة هذا المسمى بالإنسان. إذن عطفا على ما قلته توا، يمكن القول بأن هذا المشكل، مشكل البحث عن معنى سؤال الإنسان، قد دفع بالفلاسفة إلى محاولة الاتجاه رأسا إلى إبراز الأبعاد المؤسسة للكائن البشري أو الكائن الإنساني. لهذا السبب بالذات ألفينا أن مجزوءة ما الإنسان ترتكز على ثلاثة مفاهيم أساسية أو على ثلاثة أبعاد أساسية ومركزية. هناك أولا مفهوم الوعي، بمعنى أن الفيلسوف حاول أن يؤكد على أن ما يميزني أنا كإنسان عن غيري من الحيوانات الأخرى وعن غيري من الكائنات الأخرى باختلاف أنواعها من طبيعة الحال وأصنافها وأحجامها هو بعد الوعي، بمعنى أن الوعي يرادف العقل، يرادف الفكر،
يرادف النمط الاستدلالي الذي يستدل به الشخص من أجل أن يبني معارف صادقة صدقا نسبيا عن ذاته وعن عالمه وعن محيطه الاجتماعي. والوعي يدل من الدلالة الفلسفية كما عرفه العالم الفرنسي أندري لالاند باعتباره ذلك البعد الذي يجعلني قادر على تأسيس بعد يسمى ببعد الإدراك la perception الإدراك. إذن الإدراك هو ما يجعلني مدركا للشيء بطريقة إيجابية وبطريقة تمكنني من الخروج من إطار السذاجة التي تكتنف فكرة الشخص العامي. وبالتالي فالوعي هو البعد الجوهري، الوعي هو البعد المركزي، الوعي هو البعد الأساسي الذي يجعلنا نعي أولا عالمنا، وحين أقول عالمنا فهذا لا يعني العالم الطبيعي فقط، بل العالم الذي ينبغي أن نعيه بالدرجة الأولى هو عالم الذات، لأننا إذا لم نفهم ذواتنا فيستحيل علينا أن نفهم باقي الذوات، الأغيار، كما سوف نرى في مقرر البكالوريا لهذه السنة. وأيضا لا يمكنني أن أعي ماذا؟ أن أعي الطبيعة، لأن الطبيعة هي كتلة مادية لا يمكنني أن أدرك قوانينها إلا بوعيي أولا بذاتي ووعيي بشروطي الموضوعية. بالتالي فالوعي ينقسم إلى قسمين، هناك الوعي بالذاتي أي الوعي الذاتي، الوعي الداخلي، ثم الوعي الموضوعي، أن أعي الأشياء الخارجية عن ذاتي. وبالتالي في كلتا الحالتين، إذا ما أردت أن أعي ذاتي أو أن أعي العوالم الأخرى أي العوالم البرانية، العوالم الخارجية عن ذاتي، فيلزمني أن أكون في الأصل واعيا. إذا لم أكن واعي فحتما لن أؤسس أي معرفة كيفما كان نوعها وكيفما كانت طبيعتها. وبالتالي لا جدال أن يشترك الفلاسفة رغم اختلافهم حقيقة حول طبيعة الوعي. قلت لا جدال أن يتفق الفلاسفة على أن الذي يميزنا كبشر هو بعد الوعي، هو بعد الوعي. إذن هذا هو أول بعد، لأننا إذا لم ندرك هذا البعد فحتما لن نستطيع أن إدراك كافة الأبعاد المؤسسة لنا. إذن الوعي هو ذلك القطب الذي يدور عليه العالم الإنساني، وبالتالي فتعطيل هذا القطب يؤدي إلى تعطيل الوجود الإنساني في شموليته. ولهذا وجدنا الفيلسوف مثلا الفرنسي روني ديكارت ينحت مقولة الكوجيتو، أنا أفكر إذا أنا موجود، ويعتبر بأن الوجود هو فكر والفكر هو الوجود. وبالتالي حاول أن يؤسس لهذا التصور الفلسفي انطلاقا من هذه المعطيات التي تؤمن إيمانا صارما بأن الذي يميزني أنا كشخص هو الوعي. وهنا يقصد ديكارت الوعي العقلي، يقصد ديكارت هنا قلت الوعي العقلي، لأن هناك فلاسفة آخرون حاولوا أن يؤكدوا على أن هناك إدراكات ولكنها ليست إدراكات عقلية، إدراكات حقيقية ولكنها ليست إدراكات عقلية بل إدراكات حسية. وهذا ما يجعلنا في إطار فتح نقاش أولي، قلت أولي لأننا سوف نفتحه في مفهوم الشخص في هذه السنة الدراسية، قلت حبذا لو نفتحه الآن لكي نثبت على الأقل الأرضيات الأولية للتفكير في هذا الإشكال. هناك تيارين فلسفيين ظهرا في الفلسفة الحديثة، أو تطور إن لم نقل ظهر، تطور في الفلسفة الحديثة، هما التيار العقلاني الذي يتزعمه أو يتزعمه عفوا
الفيلسوف الفرنسي ديكارت، وهناك التيار التجريبي الذي يتزعمه الفيلسوف الإنجليزي يعني فرانسيس بيكون ودافيد هيوم ومجموعة من وبطبيعة الحال جون لوك ومجموعة من الفلاسفة التجريبيين الذين يؤكدون على أن أهمية الإنسان تكمن في كونه يعني مالكا لبعد أساسي اسمه البعد الحسي الإدراكي، وبالتالي فما يؤسسني أنا كإنسان ليس هو البعد العقلي الذي آمن به ديكارت بقدر ما يؤسسني الإدراك الحسي، وهذا هو الجوهر الذي جعل الفلاسفة يعني يختلفان أو يختلفون في هذا المنطق، يعني أيهما مؤسس للآخر، هل هو البعد العقلي أم البعد الإدراكي الحسي؟ إذا هذا هو مناخ الفلسفة الحديثة بشكل عام، ظهور تيارين، تيار فلسفي يؤمن بأن العقل هو الأساس، هو المحدد الجوهري والمحدد المركزي للإنسان، وهناك تيار يؤمن بالمنطلقات الإدراكية الحسية التي تؤسس للوجود الإنساني. ولهذا ينبغي أن نعرج يعني شيئا ما عن مسألة أساسية، ألا وهي أنه في القرن التاسع عشر ميلادي بطبيعة الحال ظهر ما يسمى بالعلوم الإنسانية، حين وقعت أزمة في الفلسفة يعني واستقلت العلوم بذاتها عن الفلسفة، ظهر ما يسمى بالعلوم الإنسانية. هذه العلوم الإنسانية يعني أفرزت علما أساسيا، وكان بمثابة الثورة العلمية في يعني في إبانه يعني في زمنه وحينه، ألا وهي العلوم المسماة بعلم النفس. قلت علوم لأنها يعني فيها فروع وفيها مدارس وفيها تيارات، ولكن ما يهمنا هو علم النفس، البسيكولوجي، علم النفس. علم النفس هو علم يهتم بدراسة الإنسان باعتباره ظاهرة نفسية، يعني باعتباره حمولة سيكولوجية قبل أن يكون حمولة واعية، حمولة إدراكية، يعني هو في الأصل حمولة، مدى حمولة يعني حمولة سيكولوجية، حمولة نفسية، وبالتالي فالبعد السيكولوجي أو البعد النفسي هو جزء لا يتجزأ من بنية الإنسان. ولهذا فظهرت هذه التيارات في مجال العلوم الإنسانية، وكان هنالك شخص يعني له صيت ذائع وله شهرة واسعة، بل كان عالم زمانه في ذلك الوقت، وهو سيغموند فرويد. يعني فرويد هو طبيب نفساني نمساوي الأصل وألماني الجنسية، يعني اكتشف ما يسمى بقارة اللاوعي أو قارة اللاشعور، لانكونسيونس، قارة اللاشعور أو قارة اللاوعي. لماذا قلنا أن فرويد اكتشف يعني لفظة اكتشف؟ في أي سياق أدخلت في هذا النقاش؟ لماذا؟ لأن عالم اللاوعي لم يكن عالما معروفا، كان الإنسان يعني يحد أي يعرف باعتباره كائنا عاقلا منذ أرسطو إلى حدود ديكارت ومن تبعه، والإنسان كان يعرف باعتباره كائنا عاقلا، بمعنى أن العقل هو الجوهر الأساسي والجوهر المحدد لبنية الإنسان. لكن مع مجيء فرويد حاول أن يكتشف يعني عالما خفيا عن الموجود الإنساني، ألا وهو عالم اللاشعور وعالم اللاوعي. يعني خلاصة هذا يعني هذا التصور وهذا الطرح هو التالي: أن الوعي لا يعدو أن يكون سوى جزءا سطحيا ضئيلا من حياة الإنسان، وهذا ما سماه بجبل الجليد. اللاوعي هو ذلك الجبل الجليدي، أو عفوا الوعي هو ذلك الجبل الجليدي، بمعنى أننا حين ننظر إلى الجبل فإننا لا ننظر إلى عمقه بقدر ما ننظر فقط إلى جزئه السطحي، وهذا الجزء السطحي هو الوعي، أو كما يسميه فرويد في إحدى النصوص المؤسسة لكتابه وهو التفسير أو تفسير الأحلام، وهو ماذا؟ وهو
لحاء الشجرة، لحاء الشجرة، تعرفون بأن الشجرة لها لحاء، يعني لها عنصر خارجي وهنالك عنصر داخلي في الشجرة، وبالتالي فالإنسان حين يرى فقط العنصر الخارجي، وهو يحكم على الشجرة انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا مما رآه في الأول، يعني في مبتدأ الشجرة وليس في جوهرها وكنهها. كذلك هي حياتنا السيكولوجية والنفسية من منظور فرويد بطبيعة الحال. فرويد يقسم الشخصية الإنسانية إلى 3 أقسام، هناك الأنا، وهناك الأنا الأعلى، وهناك الهو. الهو هو العنصر الذي كان غامضا في الحياة النفسية للإنسان، وبالتالي لم يكن يقدر الإنسان قبل فرويد على الدخول إلى ذلك العالم المظلم والمخيف جدا، وبالتالي فكان الإنسان يعتبر فقط كائنا واعيا. إذا ما سألت الإنسان عن من هو، يعني كيف يمكن أن يعرف، فيقول لك بأنني أنا كائن عاقل. لكن حين ظهر علم النفس، وخصوصا علم النفس التحليلي، علم النفس التحليلي أو التحليل النفسي، لا بسيكاناليز، التحليل النفسي، صار الإنسان ليس واعيا فقط، بل أيضا كائنا لا واعي. وهذا هو العنصر الأساسي الذي تحكم في بنية الإنسان، الكائن اللاواعي. وبالتالي صار فرويد يعني مكتشفا لقارة اللا شعور أو لقارة اللاواعي، وهذا هو يعني الشيء الأساسي الذي جعل من فرويد مكتشف قارة اللا شعور أو قارة اللاواعي. وبالتالي منذ ذلك الحين إلى حدود اللحظة صار اللاوعي عنصر لا يتجزأ من بنية الإنسان. إذا قلت بأن الأنا هو الوعي الخارجي، هو العنصر الخارجي من شخصية الإنسان، يعني هو الوعي. الأنا الأعلى، لو سيغ موا، الأنا الأعلى هو ماذا؟ هو المنطق الذي يحكم الإنسان في أخلاقه، في مبادئه، في تصوراته الدينية، بمعنى هو ذلك الوازع الأخلاقي، أو لنسميه من منظور فرويد، لنسميه يعني ذلك الضمير الأخلاقي، ذلك الوعي الأخلاقي، ذلك العنصر الذي يكتسبه الإنسان منذ طفولته إلى حدود يعني رشده وإلى موته، لأنه يبقى معه مستمرا. لماذا؟ لأنه قد زرعت فيه المبادئ الأخلاقية، زرعت فيه المقومات السلوكية إلى آخره، يعني ذلك الوعي الأخلاقي، الوعي الأخلاقي. لكن هناك عالم آخر وهو الهو. الهو هو ذلك اللاشعور، يعني ذلك الخزان الصارم من المكبوتات ومن الأهواء ومن الغرائز ومن الأحلام التي لا تتحقق في الواقع، بل يتم تحقيقها أين؟ يتم تحقيقها في عالم اللاوعي، مثلا في الحلم. في الحلم يقول فرويد، حين ينام الإنسان تقل سلطة الأنا وتضعف سلطة الأنا الأعلى، ويبقى اللاشعور حرا طليقا، بمعنى أن الذي لا نستطيع أن نحققه في واقعنا الإنساني، يعني نعمل أقول في واقع الإنساني الحاضر، يعني حين يكون الوعي يعني قائما، فإننا لا نستطيع أن نعبر عن كل الرغبات التي لن أو لم نحققها في عالمنا الواقعي. لكن حين ننام يعني، وحين يظل الوعي غير قادر على التحكم فينا، أي غير قادر على جعل الإنسان يبلور ميكانيزمات الكذب، لأن الكذب، لماذا نكذب في الأصل؟ لأن العقل يكون هو المتحكم في شخصية الإنسان، وبالتالي حين يضعف ذلك يعني تلك يعني الفرامل إن صح التعبير، فإن الإنسان لا يستطيع أن يفرمل رغباته ومكبوتاته. إذا في النوم يظهر الإنسان كافة الرغبات وكافة الميولات وكافة الغرائز التي لا يحققها في عالم الواقع. كذلك في حالة السكر، الإنسان تجده يعربد وتجده يتفوه بكلام لا يجرؤ على يعني قوله في عالم الواقع. كذلك في عالم زلات اللسان أو القلم، زلات اللسان أو القلم، وبالتالي فهذه آليات ينفس بها الإنسان عن رغباته وعن مكابته وعن
يعني ميولاته إلى آخره. إذا ما يهمنا من هذا النقاش هو ماذا؟ هو أن الوعي ليس هو ذلك الجزء الأساسي من شخصية الإنسان، وليس هو ذلك يعني التصور الأساسي الذي يمكنه أن يؤسس لوجودنا كأشخاص في الوجود الإنساني. إذا هناك لحدود اللحظة بعدين أساسيين، هناك أولا بعد الوعي، وبعد ماذا؟ وبعد اللاوعي. بقي هنالك بعد آخر، ألا وهو بعد الأيديولوجيا والوهم. الأيديولوجيا والوهم، لأن العقل البشري لا يستطيع دائما أن ينتج الصرامة العقلية، لا يستطيع أن يجعل الإنسان يعني واع بكل ما يدور حوله. لا، لماذا؟ لأن الإنسان هو في الأصل كائن اجتماعي، وحين نقول أن الإنسان كائن اجتماعي فهو يعيش وسط تشكيلة اجتماعية، وحين أقول أنه يعيش يعني وسط تشكيلة اجتماعية فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني أنه يعيش داخل نظام طبقي، نظام سياسي، نظام فيه الصراعات الطبقية، فيه تفاوت المصالح، فيه مجموعة من الأشياء. وبالتالي الطبقة المهيمنة سياسيا والمهيمنة اقتصاديا والمهيمنة اجتماعيا هي من تفرز ماذا؟ هي من تفرز أفكارها، وهي من تفرز مواقفها، وهي من تفرز يعني قراراتها. وبالتالي هي لا تفرز مواقفها وقراراتها إلا عبر الأفكار، إلا عبر الأفكار. وبالتالي الأفكار التي يستهلكها الإنسان في المجتمع هي ليست دائما أفكار من نتاجه، بل هي أفكار من نتاج الطبقة التي في الأصل تحكمه. وبالتالي هناك دائما أيديولوجيا في المجتمع، والأيديولوجيا هي كما يقول عنها كارل ماركس، وكما يقول عنها يعني بول ريكور، وكما يقول عنها مجموعة من الفلاسفة، هي نسق من الأفكار ومن يعني المعتقدات التي توجد داخل المجتمع، والطبقة الاجتماعية الحاكمة اقتصاديا والمهيمنة سياسيا هي من تروج لتلك الأفكار. بغية ماذا؟ يعني من أجل ماذا؟ ما هو المقصد المركزي من تلك العملية؟ أولا كما يقول بول ريكور في كتابه من النص إلى الفعل، يقول هناك 3 وظائف للأيديولوجيا. هناك أولا وظيفة التشويه، تشويه الواقع، تشويه الواقع. هناك ثانيا تبرير الواقع، تبرير الواقع. وهناك ثالثا وظيفة الإدماج، يعني إدماج المجتمع وإدماج الأفراد داخل النسق الاجتماعي لهم. وبالتالي عبر مثلا تخليد الاحتفالات والتذكير بالطقوس، ويعني التقوقع حول الهوية إلى آخره. وبالتالي فوظيفة الأيديولوجيا هنا هي وظيفة فيها نوع من يعني طمس حدة الوعي الإنساني، وبالتالي يكون هنالك وعي ولكن وعي مشوه، يكون هناك وعي ولكن وعي مزيف، أو كما يقول عنه يعني بول ريكور كما أسلفنا الذكر، بأنه وعي مبرر، وعي مشوه، ووعي يعني مدمج بطريقة غير يعني غير خادمة لمصالح الطبقة يعني المسيطر عليها. وبالتالي فالطبقة الاجتماعية المهيمنة هي من تنتج الوعي، وهي من تنتج يعني الأفكار السائدة في المجتمع، وكل فكرة من طبيعة الحال لا تتماشى مصالح تلك الطبقة المهيمنة فحتما يكون مصيرها يعني الإتلاف أو تشويهها، أو يعني عدم الأخذ بمصداقيتها وصحتها. وبالتالي هنا يكون يعني أو تكون الأيديولوجيا يعني مهام هي التي ذكرناها يعني سالفا. إلى جانب تلك الأمور هنالك بعد ماذا؟ بعد الوهم. بعد الوهم، وبالتالي العقل البشري والعقل الإنساني لا ينتج فقط الصرامة العقلية والمنطق العقلي، بل ينتج حتى الوهم. الوهم وهو جزء لا يتجزأ من بنية الإنسان، الوعي يعني الوهم عفوا، إلى جانب الأساطير، حتى الأساطير يعني لها علاقة بالوعي الإنساني، وهي بنية لا يمكن للعقل البشري أن يعني أن
يتجاوزها أو أن يعني أو أن يتب باتجاه بعد آخر سواها، وبالتالي فهذا هو ما يؤسس للمجتمع وللثقافة الاجتماعية. كل ثقافة اجتماعية لها أوهامها، ونحن في المجتمع الذي نعيش فيه إذا ما حاولت أن تنتقد أساطير المجتمع وأوهام المجتمع فالمجتمع يحاربك. لماذا يحاربك؟ لأنك تمسه في رأس ماله الرمزي، وهناك بعد ثقيل على ما أعتقد هو رأس المال الرمزي، لأن كل مجتمع له ثقافة، له أخلاق، له أعراف، وله حتى أوهام. وهذا ما يتكلم عنه الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون في كتابه الأورجانون الجديد، حين قال هنالك أربع أوهام تحدق بالعقل البشري. لاحظوا معي، تحدق تحيط بالعقل البشري. هناك أولا أوهام السوق، أوهام الكهف، أوهام القبيلة، وأوهام المسرح. هذه الأوهام بشكل إجمالي هي ما أو هي من عفوا تجعلنا غير قادرين على إدراك الحقيقة في ذاتها، بل الحقيقة التي نحن نتصور أنها حقيقة. وهذا هو المشكل الذي يقع للإنسان في حياته الإنسانية في كليتها. إذا نقول بأن بعد الوعي يرتبط ارتباطا صميميا ووثيقا بمجموعة من الأبعاد. هناك أولا الوعي، هناك ثانيا اللاوعي، وهناك الأيديولوجيا والوهم. إذا هذه المعطيات بشكل إجمالي كانت حول مفهوم الوعي. هناك مفهوم آخر وهو مفهوم الرغبة. الرغبة كلنا نرغب في أشياء، وهذه الأشياء حقيقة إذا ما أردنا أن نعددها فلن نقدر على تعدادها وإحصائها. كلنا نرغب في رغبات، والرغبة لها علاقة بالحاجة، والحاجة لها علاقة ب الإرادة، والإرادة هي المبتغى الذي نحققه من أجل أن نصل إلى السعادة. وبالتالي فهذا الرباعي من المفاهيم هو المؤسس لبنية مفهوم الرغبة. ثم هناك أخيرا مفهوم المجتمع. مفهوم المجتمع مفهوم مركزي. لماذا؟ لأن الإنسان حسب التعبير الأرسطي، الإنسان حيوان. ماذا؟ حيوان اجتماعي. وبالتالي فالإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا في إطار المجتمع، وإلا في إطار السياق التاريخي وفي السياق الاجتماعي. وبالتالي نحن محكوم علينا بأن نعيش في المجتمع البشري. إذن حين نقول بأننا محكوم علينا أن نعيش في المجتمع البشري، فهذا أننا نكون أمام مجموعة من الإشكاليات ومجموعة من القضايا المركزية، ألا وهي: ما طبيعة أساس الاجتماع البشري؟ هل هو اجتماع طبيعي أم اجتماع تعاقدي مبني على أسس المواثيق، ومبني على أسس الدساتير، ومبني على أساس التعاقدات الاجتماعية التي تنقل الإنسان من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع المدني. ثم ينبغي أن نتساءل هنا عن طبيعة علاقة الفرد بالمجتمع. من يتحكم في الآخر؟ هل المجتمع هو من يتحكم في الفرد، أم أن الفرد له الأحقية في إفرادي أو فرضي عفوا فرضي شخصيته على المجتمع؟ وبالتالي هذا الصراع نجده حاضرا ليس فقط في كتب الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس أو في العلوم الإنسانية بشكل عام، بل نجده في واقعنا الاجتماعي اليومي. دائما ما تريد أنت أو أنت فعل شيء معين، ولكن المجتمع يرفض ذلك. لماذا يرفض؟ لأنه سلطة، كما يقول إيميل دوركايم، سلطة أخلاقية. وبالتالي فالمجتمع هو من يجعل الفرد شبيها بذلك أو بتلك العجينة التي يقولبها كما يشاء، ويجعل منها النموذج الذي يريده. وبالتالي فهناك صراع داخلي بين الفرد من جهة والمجتمع من جهة أخرى. وبالتالي نقول بأن هذا الثلاثي المفاهيمي، الوعي، الرغبة، ثم المجتمع، هو ما يؤسس لبنية مجزوءة
يعني الإنسان. هناك مجزوءة ثانية لا تقل أهمية عن الأولى، ألا وهي مجزوءة الفاعلية والإبداع. مجزوءة الفاعلية والإبداع لا تدرس الأبعاد الاجتماعية يعني الذاتية، ولا حتى يعني العلائقية، بل تدرس بعدين أساسيين، ألا وهما أن الإنسان أولا هو كائن واع وكائن مبدع وكائن ماذا؟ كائن يعني فاعل في الطبيعة. وبالتالي فهذا البعد هو البعد المركزي المؤسس لبنية يعني مجزوءة الفاعلية والإبداع. وبالتالي فهي تنقسم إلى 3 مفاهيم أو 4 مفاهيم أساسية. يعني نحن سنركز فقط على مفهومين أساسيين، هما التقنية والعلم ومفهوم الشغل. وبالتالي فالإنسان بفضل اكتسابه للتقنية وبفضل اكتسابه للخبرات العلمية استطاع أن يحول الطبيعة، واستطاع أن يتدخل في إعادة صناعتها، بدءا من الإنسان البدائي الذي كان يصنع الفأس وكان يصنع يعني الأدوات البدائية جدا التي تبدو لنا أنها كذلك، وكان فرحا جدا. لماذا؟ لأنه عمل على تحويل الطبيعة لصالحه. ولهذا فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذي استطاع أن يحول الطبيعة لصالحه، وقدر على ماذا؟ قدر على تأسيسها وإعادة استصلاحها وتحويلها لخدمة أغراضه الشخصية. لكن هذا جر على الإنسان الويلات، لأنه قد استنزف الطبيعة وقد يعني جعلها شبيهة بتلك العظام النخرة، تلك الجثة الهامدة التي لا تصلح لا للفن ولا تسر حتى الناظرين إليها. وبالتالي فللتقدم الصناعي والتقدم التقني سلبيات وإيجابيات. سلبيات كثيرة مثل هذا التواصل يعني عن بعد الذي أتواصل معكم من خلاله، ولكن لها سلبيات أخرى، وهي أن الحياة الإنسانية والعلاقات الاجتماعية مثلا أضحت علاقات هشة جدا، وأضحت علاقات يعني معولمة، وأضحت علاقات افتراضية أكثر من اللازم. وبالتالي فينبغي أن نعيد النظر في هذه القضايا وفي هذه الأشياء. ثم مفهوم الشغل، الإنسان يعني هو المشتغل دوما في الطبيعة بإدراك وبوعي، على خلاف الحيوانات، لأن الشغل خاصية إنسانية، والشغل هو نمط لتحرير الإنسان من ماذا؟ من قيود الغريزة البيولوجية. لأنني إذا ما بقيت يعني فقط آكل وأنام وأطرح الفضلات، فهذا لا يعني أنني إنسان حققت مرتبة سامية من الإنسانية، بل أنا بقيت عند مستوى الغريزة وعلى مستوى النمطي البيولوجي الحيواني الخالص. إذن الشغل هو نمط من التحرر، نمط من يعني الخروج من إسار المحددات البيولوجية. وبالتالي ينبغي دائما أن نركز على هذه المعطيات. لكن مفهوم الشغل يطرح بدوره الكثير من المشاكل ومن المعضلات، من بينها: هل الشغل تحرر أم استلاب؟ نرى في يعني العالم الرأسمالي أن الإنسان أو العامل أضحى شبيها بالحيوان، إن لم نقل هو أقل درجة منه، يشتغل ساعات طويلة في ظروف عمل قاسية وقاهرة، ويأخذ يعني مرتبا زهيدا مقابل يعني عمله الكثير والمستنزف لقوته البدنية وقوته الجسمانية وقوته الفكرية والذهنية، ومع ذلك لا يأخذ يعني ما يستحقه من أجر ومن راحة ومن جزاء على ما يعني على ما يقوم به. إذن هذا في الأصل هو استلاب. وبالتالي العالم الرأسمالي هو عالم يستلب العامل، عالم يقهر يعني الطبقة العاملة بشكل إجمالي. وبالتالي الشغل في العالم الرأسمالي شبيه بذلك الشغل البئيس الذي يعني لا يجعل الإنسان يعني متمتعا ومستمتعا بخيراته وبعرق ما ينتجه بسواعده وب يعني أنامله.
وبالتالي فالشغل قد يكون تحررا صحيحا، ولكن قد يكون استلابا، يعني جعل العامل مغترب عن ذاته، عن وجوده الاجتماعي. إذا هذا ما يعني يجعلنا يعني نفهم بأن الإنسان يعني يوجد وجودا واعيا، وجودا لا واعيا، وجودا راغبا، وجودا يعني اجتماعيا، وأيضا هو كائن إبداعي وفعال داخل الطبيعة. إذا حاولت أن أحدث معكم يعني نقاشا بانوراميا حول أهم اللحظات المعرفية والإشكالية للمقرر الدراسي. إذا سوف نشتغل طيلة هذه السنة الدراسية عن مجموعة من القضايا الكبرى داخل مجزوءة الوضع البشري، وداخل مجزوءة يعني المعرفة، وداخل مجزوءة السياسة، ثم مجزوءة الأخلاق، لأن هذه هي المجزوءات الكبرى المؤسسة لبنية المقرر الدراسي لمادة الفلسفة للسنة الثانية من سلكي البكالوريا. إذا إلى ذلكم الحين أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا يعني المقطع الفيديو التوضيحي، في أو على أمل أن أسجل لكم يعني مقاطع أخرى من أجل استزادة الفهم وتركيزه في الأذهان. يعني أتمنى لكم أمسية طيبة، والسلام عليكم.